كلاسيكو، المباراة القوية التي ستنتظر أو ستنطلق بعد لحظات. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم مباشرة من الملعب الكبير من مدينة مراكش. الكلاسيكو يخطف الأضواء من خلال مؤشر الجولة الرابعة من بطولة اتصالات المغرب، يستقبل الرجاء الرياضي ضيف الجيش الملكي. البداية السادة والسيدات كالعادة ستكون بتشكيل الفريقين. محمد جعبان هذا هو التشكيل الأساسي والاحتياطي للسادة والسيدات. تذكر اسم محمد كمال المساوي هشام مرشادة. اليوم بتحقيق الانتصار بعد اربع مباريات متتاليه لم يذق من خلال طعم الانتصار، والجيش الملكي كذلك المباراتين الاخيرتين بدون انتصار. لذلك اليوم جماهير الفريقين معا، جماهير الرجاء تريد فريق ان يحقق انتصار ويوقف ربما نزيف النقاط في اربع مباريات اخيره، وكذلك من انصار الطرفان معا. اداء يليق بقيمه الفريقين معا، الكره اماميه خطيره عسكريه تمشي فرصه، والتدخل من جانب دفاع الرجاء الرياضي يدخل الشكير سفيان رحيم الكنترول، يلعب اماميه في اتجاه مانع بعيد، مشات فقط في اتجاه دفاع فريق الجيش الملكي، تمشي لفائده الجهه اليسرى. انتبهوا الحمزه المساوي، قلت تحدث عليه، قلت الان يلعب في الجهه اليسرى ويخلي في المحور اللاعب منعم بطويل بعد ما كان غادر بسبب الاصابه مراد كعواش. كره في الجهه اليمنى، محاوله لفريق الجيش الملكي، تمشي ركله مرمى لعناصر فريق الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي الذي يبقى الفريق الوحيد المتفوق على اغلب الانديه وجل الانديه الوطنيه في المواجهات المباشره، يعني خصوصا في اللقاءات الكبيره امام الوداد، الجيش الملكي والفرق يعني تحدث على فرق الكبيره الرجاء وحتى بقيه الفرق، يعني بلغه الارقام الفريق الوحيد المتفوق على جميع الانديه الوطنيه في المواجهات المباشره. ذكر المواجهات المباشره اليوم، يعني الحديث عن كلاكيت رقم 117 بين الطرفين، من سينتصر؟ محاورة جوية، تسديد من سيف الدين العالمي المرة الأولى والثانية، ينسلف الجهة اليسرى، يتقدم سيف الدين العالمي، لعب العرضية لكن تدخل من الدفاع، إبعاد دفاع فريق الجيش الملكي، يدخل في الوقت المناسب، منعم بطويل يخرج كرة ركنية للفريق الأخضر الأبيض، سيف الدين العالمي. الرجاء الرياضي انتظرت ان يقدم اشياء كثيره سيف الدين العالمي، تبعناه في مباريات اولى، شوف الركنيه ورجعوا المعلومه، هذه مقاوصه اربعه الراسيه في اتجاه من مشات لفائده ايوب نناح، الدكان السابق اللي كانت بدايته من مدينه الدار البيضاء رفقة رشاد البرنوسي. هنا البحث عن العرضيه، متابعه اماميه، محاوله بالفعل تسلل ضد عمر بوطيب، قرار الحكم المنكر، مشات لبن رحمه خط الوسط المادي بن رحمه. يمكن حديث حول قرب انتقاله لفريق الرجاء الرياضي فترة انتقالات الشتوية التي انتهت خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن بن رحمة سيواصل رفقة الفريق العسكري، رفقة الجيش الملكي في انتظار هل سيجدد العقد، لأنه عقده سينتهي يونيو المقبل مع نهاية هذا الموسم. سيواصل رفقة فريق الجيش الملكي أم سيختار، يعني بعد انتهاء عقده سيختار وجهة جديدة، كان حديث بأنه سيختار خوض تجربة خارج أرض الوطن، لكن سننتظر ما ستسفر عنه أكيد المفاوضات بين فريق الإدارة فريق الجيش الملكي والمادي بن رحمة. كرة مشات وسط الميدان، قطع ياسين محمد كمال، أفقد التركيز والتوازن في اللقطة الأخيرة سفيان رحيمي، كونتر أتاك، هجمة مضادة سريعة، والحكم يوشع عقوبة انضباطية لمصطلي لاعب مصطفى اليوسي بعد ما كان ارتكب الخطأ أمام سفيان رحيمي في اللقطة الأخيرة. إذا خطأ لفريق الرجاء الرياضي، مصطفى اليوسي يقول له ما كانش هناك خطأ سيد الحكم. حديث مع اليوس مع حكم مباراة هشام التياسي، شغل الإعادة زاوية أخرى ولقطة أخرى اللي خلال حكم المباراة أعلن على خطأ، وهذه الكرة كانت مناسبة لفريق الجيش الملكي،
لو تمكن من اللاعب محمد كمال لو استطاع أنه يستثمر الكرة الأخيرة كان بإمكانه أن يؤدي مرمى الحارس محمد بوعميرة، وكان بإمكانه تكون أخطر فرصة في الجولة الأولى إلى حدود دقيقة 30. الناس عامل العاب صفر مقابل صفر. الأسماء المتواجدة في بنك الاحتياط سواء من الجيش الملكي أو الرشا الرياضي، صلاح الدين باهي وبقية الأسماء وجد اليوم الأسماء اللي انتظروا التغييرات في الجولة الثانية. زكريا الوردي منتظر يعني يدخل في الشوط الثاني. إذا ضربة خطأ لفريق الرشا الرياضي تلعب من عبد الرحيم الشاكر، اختصاصي في الكرة الثابتة، هذه محاولة مشى جانبية ما تمكنش من اللاعب ياسي. تابعنا في المقابلة الأخيرة اللي كانت بالنسبة لفريق الرشا الرياضي من فريق أفريكا ستارز، ثلاثة أيام بعد ذلك هي اليوم بمراكش، بعد ذلك ستذهب للرباط. نتابعوا ضربة خطأ ملعوبة جانبية كانت من جانب عناصر الرشا الرياضي وللسدد أول جول يدور محسن ياجر. غابت النشأة على الهجوم في هذه الجولة الأولى، واختار الرشا الرياضي أن يستثمر الكرات الثابتة لعل وعسى تحرك هذا الجمود الحاصل في هذا الشوط الأول من الطرفين مع لكن تسديدة مشى جانبية. كرة من محمد أمين البركادي الراسية تلعب في الأشياء اليوم مشات أمامية للفريق العسكري، الحكم يشير تمس لفائدة فريق الجيش الملك. توقع ينفذ هو اللي يلعب هو محمد الشيبي، يلعب لوفامبو، هذه كره كانت في اتجاه مال في اتجاه دفاع فريق الرشا الرياضي. كان بعد هو اللاعب ليما مبيدي، ولكن بعد الكره الاخيره كره اماميه في مشات في الاشياء اليوم لفريق الجيش الملكي لياسر حداد، ما تمكنش من هذه الكره، محاوله من السماح بالمعلم عرضيه، فرصه عسكريه، حمزة خابة للمسجل فريق الجيش الملكي، كرة رشاوية، فرصة راسية، جول 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 محسن ياجر، الجول يدور يرد سريعا على فريق الجيش الملكي. ألاحظوا مع ردة فعل ألاس فيرير كارلوس بعدما سعد كثيرا بالهدف اللي كان سجله حمزة خابة دقيقة بعد ذلك محسن ياجر بخطأ فادح كذلك على مستوى دفاع الجيش الملكي يسجل هدف التعادل. ما أقول لكم بأنه بين البركادي الاسماعيلي بالمعلم تمشي للجهه اليمنى لفائده محمد الشيبي، يعطيها بينيه اماميه مشات عسكريه لخاب امام الشاكير. ماذا يقول الحكم؟ يقول ركله مرمى لفريق الرجاء الرياضي، يقول لهم حمزه خاب، يقول حكم مباراه كانت عمليه دفع، يقول له سيدي الحكم كانت عمليه دفع من عبد الرحيم الشاكير، دي سيخسر المباراه، ستزداد الامور تعقيدا بالنسبه له. الرجاء عنده مباراة مهمة لذلك يركز عليها بشكل كبير، مباراة كأس زايد للأندية الأبطال. الجيش يعرف جيدا من الانتصار اليوم يعني ربما البداية العساكر رفقة المدرب الجديد. كرة في الجهة اليسرى يضغط الرجاء الرياضي ملعوب أمامية، محاولة تغطية في الوقت المناسب، يدخل اسماعيل بالمعلم، يعطيها وسط الميدان لوفومبو تمشي منه أمامية للمادي بالرحمة يتقدم، كرة خطيرة عسكرية الجهة اليسرى لفائدة من أبو بكر طونغارا، يتوغل أبو بكر عرضية، محمد بوعميرة يتدخل في مناسبتين بطريقة شميلة، يتمكن من إيقاف هذا الفرصة العسكرية، شمة مضادة سريعة لعبت بشكل جيد المادي بالرحمة. قلت كل الكرات كل الهجمات تمر عبر المادي بالرحمة، أبو بكر طلقرة بحث على خاب وبحث يلعبها بشكل مباغت في اتجاه الحارس محمد بوعميرة، قطعها في الوقت المناسب بوعميرة في مناسبتين وترجع من جديد، كرة مشات رجوية ملعوبة أمامية من هنا، يمشي لنا يعطيها لنا في اتجاه من يعطيها في الجهة اليمنى لكن بعيدة حق. يعني أجمل بداية في هذا الجولة الثانية، في الدقائق المقبله نشوفوا هدف من احد الفريقين، لانه يعني هدف يزيد يرفع من الريتم ويزيد يخلي التشويق اكبر.
ويعطينا رتم أفضل ويعطينا مباراة قوية في الشوط الثاني. الرجاء الرياضي يريد أن يستغل كرة ثابتة تنفيذ من عبد الرحيم الشاكر تمشي أمامي لماما بيدي، ولك خطأ بالفعل لفريق الجيش الملكي يرتكب من سيف الدين العالمي. لم نتابع منه أشياء كثيرة في مباراة اليوم. سيف الدين العالمي لماما بيدي إبراهيم أنياس أدوار دفاعية. سيف الدين العالمي انتظار أدواره الهجومية في هذا الشوط الثاني فيما غيكون هناك تغيير في صفوف فريق الرجاء الرياضي. كرة في اللاجئ الأسرة التماس لفائدة الفريق الأخضر. تلعب الكرة أمامية وسط الميدان مادي بالرحمة يعطيها للطونغارة تمكنش منها مشات لعمر بوطيب. يتقدم عمر بوطيب في الجهة اليمنى لناح خطأ يرتكب عليه لاعب إيريتي لوفومبو خطأ على لاعب فريق الرجاء الرياضي. سلامات للاعب لوفومبو. تدخل طاقم الطبي لفريق الجيش الملكي استئناف اللاعب من فريق الرجاء الرياضي الاعتماد على الكرة المباشرة الكرة الطولية في اتجاه محسن ياسور. دائما تجد متابعة من اسماعيل بالمعلم وكذلك منعم بطويل في المحور فيما الامدادات من حمزة المساوي على مستوى الأظهرة كذلك الشيبي. كرة لفريق الرجاء الرياضي مشيت أمامية متابعة صوفيا الرحيمي. التحضير لنياسي نياسي لنناح نناح يرتل الخرف للوسط لياسر الحداد. الحداد يعطيها لفلج الأسرة ما تمكنش منها لاعب فابريس كايانكا. فابريس كايانكا طائرة الأيسر لفريق الرجاء الرياضي. التنفيذ التماس يكون من طرف محمد الشيبي. الشيبي خط الوسط لفائدة الفريق العسكري الرجاوية. كنترول بالصدر من سيف الدين العالمي. صراع في خط الوسط قلت هي معركة وسط الميدان اليوم تبان من خلال الناشئ التكتيكي اللي لعب به كل فريق سواء في الجولة الأولى بداية الجولة الثانية. شاكر من شديد هي لعمر بوطيب. بوطيب تمشي منه لكن بعيد الكرة الأخيرة وترجع لفريق الجيش الملكي بين الهاشم. محمد أمين البرقات وسط الميدان الرأسية التحضير لوفومبو يراوغ طريقة جميلة لعبها أمامية قطرة صغيرة كانت من أظن من لوفومبولي. لاعب فريق الرجاء الرياضي دون زكريا الوردي واللي كان قاد الهجمة الأخيرة من جديد وسط الميدان الياسر الحداد. فابريس كايرنكا تصير الكرة المشارف في منطقة فريق الجيش الملكي تمريرة خطيرة ذكية كانت من محسن ياسور. أعطى كرة ذكية لزكريا الوردي لكن الدفاع يدخل دفاع فريق الجيش الملكي. بدا يبان هناك بعض الارتباك على مستوى الترشيط الدفاعي لفريق الجيش الملكي. يبان بعض الارتباك يحاول أن يستثمروا الفريق العسكري يستثمروا فريق الرجاء الرياضي. كرة عسكرية تمشي من لوفومبو تحضير وسط الميدان يدخل مابيدي. شكر متابعة مشات لنناح يمشي نناح يرتكب على الخطأ من لاعب فريق الجيش الملكي. يدخل في اللقطة الأخيرة منعم بوطويل حمزة خابة. إذا خابة هو اللي دخل بالفعل إذا حمزة خابة يدخل اللقطة الأخيرة. أعطى امتياز رجع أعطى الخطأ بعد سقوط اللاعب يعلن عن خطأ لفائدة فريق الرجاء الرياضي لحمزة خابة مسجل هدف الوحيد للجيش الملكي وهدف كذلك التعادل. ملعب جليل جبيري بن مدينة مراكش ربما يستغل اليوم فرصة لي يعني يشوف مدينته ويشوف أهله أسرته هنا بمدينة مراكش. طنقرة يغادر ودخول هشام مرشد أبو بكر طنقرة محاولة لفريق الرجاء الرياضي يضغط في هذه اللحظات الضغط من فريق الرجاء الرياضي كرة بعيدة.
عملية تمويه من شديد لنا اختار التسديد من بعيد. هذه لمسات وهذه أهداف أيوب نحلان يريد أن يقدم أشياء كثيرة لفريق الرجاء الرياضي بعد الالتحاق بالكتيبة الخضراء الهدف اليوم سيعني أشياء كثيرة لو يحقق فريق الرجاء الرياضي الانتصار. خوان كارلوس كاريدو سعادة كبيرة لتوصف مع الصفر من خلال اللقطة الأخيرة كما أشار بالنسبة للأنصار فريق الرجاء الرياضي فيما ألوس فيرين كارلوس يقول لهم الإسباني الآخر ماذا يحدث في هذه المباراة في الوقت اللي كنا متقدمين بواحد الصفر. جاء التعادل بشكل مباشر بلحظات قليلة من الرجاء الرياضي والجولة الثانية يسجل العنوان الأبرز لفريق اللي كان عانى في المواسم الأخيرة لكن موسم التتويج والعودة للواجهة. هذه محاولة عسكرية مشات من خابة السيدة ربعت عليه الفرصة ماذا يفعل ماذا يفعل ريتيروفومبو سددها بعيدة والفرصة التي أتيحت للجيش الملكي مع بداية الجولة الثانية. سانغا طوبيو كوليبالي يسرف لعب ركنية لفريق الجيش الملك ما تابعناش هذا كبير في مرة اليوم لكن تابعنا الأهداف يعني ثلاثة ديال الأهداف دخول محمد والحاج واحد من أكثر لاعبين اللي خادوا الكلاسيكو. نشوفوا هذه محاولة عسكرية عملية الإبعاد فرصة يبحث على التسديد مشات أمامية قسم من هشام مرشاد ما تمكنش من كورتو بالشكل الجيد. الرجاء سيحاول ما أمكن أن يناقش ما تبقى من دقائق هذه المباراة لعل وعسى يخلي النتيجة المسجلة هدفين مقابل واحد. كرة تلعب أمامية مشات على مستوى خط الوسط مشات وسط الميدان اللي فايدة دفاع فريق الجيش الملكي تلعب استلاف اللاعب من فريق الجيش الملكي سقوط الشيبي استلامات الشيبي كان اصطدام بينه وعفوي بينه وبين محسن ياجور تمرير خاطئة محسن ياجور في المتابعة متابعة من البرقادي البرقادي يتمكن منها تمشي عسكرية خط الوسط هي البحث عن الامدادات عن التمريرات عن الكرة المباشرة في اتجاه المهاجمين. مرشاد يبحث عن الحل فيما تبقى من مجريات هذا المباراة في انتظار الدعم والمساندة من بقية اسماء فريق الجيش الملكي على مستوى خط الهجوم. كرة أمامية من جديد محاولة في الجهة اليمنى لفريق الجيش الملكي يبحث عن الانسلال فرصة في الجهة اليمنى عرضية تضييق الخناق من جانب لاعب فريق الرجاء الرياضي الحكم يقول لك خطأ. فابريس جايل جاي ارتكب الخطا كذا يقول حكم مباراة. ضربة خطا لجيش الملك. الكرة الثابتة واحدة من الحلول اللي معول عليها بالنسبة للفريق العسكري. إذن يلعبها لوفومبو. 85 دقيقة ونقترب من حدود دقيقة 85. خمس دقائق متبقية المباراة لم تنتهي بعد. المباراة أيها السادة والسيدات لم تنتهي بعد الركنية العسكرية تلعب بهذا الشكل لوفومبو يبحث عن التسديد.